دعونا نتحول إلى غزة لنتعرف أكثر على الوضع هناك مع مراسلنا حازم البنا، وما الجديد الذي قد رصدته حازم؟ نعم، يعني في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية أو تجدد للغارات الإسرائيلية على القطاع، رصدنا جملة من الأهداف الإسرائيلية على مواقع مختلفة في قطاع غزة. أبرز هذه الأماكن كانت لاستهداف لأحد منازل القادة العسكريين في رفح جنوب قطاع غزة، ما يعني أن إسرائيل بدأت أيضا بمعاودة هذه السياسة باستهداف منازل القادة والنشطاء في حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى استهداف مواقع أيضا في مناطق غرب مدينة غزة وأراضي في شمال وفي وسط قطاع غزة. تقول إسرائيل دائما أن هذه الأماكن تحوي منصات لإطلاق الصواريخ، وهي تكثف عمليا بعد الضربات الصاروخية الأخيرة بعيدة المدى استهداف هذه الأماكن التي يمكن أن يطلق منها مجددا عمليات لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة. إذا نحن أمام موجة جديدة، ربما في الساعة الماضية لم نرصد مجددا عمليات لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، على اعتبار هذا أن هذا الصاروخ الأخير الذي وصل إلى مشارف القدس قد شكل مفاجأة للجميع وضرب هيبة الدولة العبرية كما يقولون وأصاب القدس. لذلك هناك صمت وفق استراتيجية حركة الجهاد التي أعلنت عنها صباح هذا اليوم. قالت نحن نتبع أسلوبا جديدا يعتمد على الاستنزاف والتحكم الصامت وأيضا مفاجأة إسرائيل. ربما نحن الآن في هذه الساعات أمام سياسة التحكم الصامت كما تقول. نحن عمليا نقارب بين ما يطلق من تصريحات وبين ما يجري على الأرض، لكن في كل الأحوال نحن نؤكد أن هناك سلسلة من الغارات الجديدة الآن يرد من خلالها الجيش الإسرائيلي على عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وفي نفس الوقت ننتظر ما إذا كانت حركة الجهاد ومعها بقية الفصائل، على اعتبار بأنهم يعملون ويؤكدون في أكثر من تصريح على أنهم يعملون وفق موقف وأيضا موحد ووفق تكتيك موحد أيضا في إطار ما يسمى بالغرفة المشتركة. لذلك هناك ربما جملة من الرسائل التي أرادت حركة الجهاد في هذا الصاروخ الأخير أن ترسلها إلى إسرائيل في إطار ما تسميه ردها أو ثأرها على عمليات الاغتيال. ربما أهم هذه الرسائل هو أنها استطاعت أن تفشل منظومة القبة الحديدية في رسالة أمنية واستخباراتية أنها تعلم قبل أن تضرب هذا الصاروخ أن منظومة القبة الحديدية لن تستطيع رصده وإسقاطه، وبالتالي كل ما يقال وينتقد حول القبة الحديدية اليوم مثل هذه الصواريخ التي لا تستطيع القبة الحديدية اعتراضها تؤكد ضعفها وتضع إسرائيل ربما أمام مرحلة جديدة من انتهاء ربما عهد القبة الحديدية ودخول ما يسمى بمقلاع داود المخصص لاعتراض الصواريخ البالستية حيز الخدمة، وعمليا قد استطاع هذا المقلاع إسقاط أحد الصواريخ التي كانت في الأيام الماضية ستسقط على غوش دان في تل أبيب، واستطاع أيضا التصدي لبعض الصواريخ التي انطلقت لمسافات بعيدة، ولكن مثل هذا الصاروخ أيضا لم يستطع مقلاع داود إسقاطه. الأمر الثاني هو أيضا رسالة عسكرية وعملياتية تتمثل بعنصر المفاجأة بعد نحو 12 ساعة أو أكثر من هذا الهدوء الذي كان منذ فجر هذا اليوم. لم يتوقع أحد أن تقوم حركة الجهاد بإطلاق هذا الصاروخ على مدينة القدس. كان الجميع يتوقع أن ما يجري على الأرض من هدوء هو اختبار لحسن النوايا والمواقف، وأن كلا الطرفين قد اكتفيا بتحقيق هذه التي يقولون عنها منجزات استخباراتية وعسكرية، وقد اقتربنا مع الأنباء التي كانت تتحدث عن بدء عمليات التفاوض لاختراق في موضوع وقف إطلاق النار. لكن على العكس تفاجأ
يتفاجأ الجميع بهذا الصاروخ الذي قلب الموازين الميدانية الآن، ونحن نشاهد هذه الضربات الإسرائيلية التي تضرب مجددا قطاع غزة وهدد فيها الجيش الإسرائيلي بمزيد ربما من التصفيات والاغتيالات. الأمر الآخر في هذه الرسائل هي رسالة سياسية تتمثل في ما يتعلق بمسيرة الإعلام، بمعنى أن حركة الجهاد صرحت بشكل واضح بأن ما يجري في القدس لن يكون بمعزل عما يجري في قطاع غزة في إطار أي استعدادات إسرائيلية لعمليات اقتحام في مدينة القدس. هم وكأنهم يقولون بأن هذا الأمر يمكن أن ينتهي بمجرد تهديد حركة الجهاد بإطلاق صواريخ نحو القدس في 18 من الشهر القادم. لذلك هنا تبدو المسألة غاية في الحساسية في إطار ما ينوي الجيش الإسرائيلي الآن والحكومة الإسرائيلية فعله في قطاع غزة. كيف تتصرف؟ هل ستكتفي بهذه الضربات باتجاه حركة الجهاد ومواقعها وعناصرها ومنصات إطلاق الصواريخ في قطاع غزة، أم أنها ستحاول أن تجر حركة حماس إلى المواجهة؟ هذا الأمر ربما يكون بعيد نسبيا على اعتبار بأن هذا الأمر قد يطيل أمد المعركة ويضيف مفاجآت عديدة للميدان ربما لا ترغب فيها إسرائيل ولا يرغب فيها الوسطاء في هذه المرحلة تحديدا. يعني أتحول إلى نضال كنانة مراسلنا من القدس، وتابعنا نضال سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية من بينها تمديد حالة الطوارئ إلى يوم غد، تشديد القبة أو منظومة القبة الحديدية الدفاعية وغيرها من القرارات. لو تطلعنا على آخر ما لديك من معلومات. نعم، فعليا الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرار بتمديد حالة الطوارئ في محيط قطاع غزة إلى مساء الغد. أيضا هنالك حالة طوارئ لكن بشروط أقل وبقيود أقل على المواطنين في حزام عرضه 80 كيلو مترا بعيدا عن قطاع غزة. هذا التمديد سيكون لغاية خروج يوم السبت، انتهاء يوم السبت غدا. هذا التمديد أولا هو لدواعي أمنية من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، لكن هو أيضا طريقة من طرق عديدة لإرسال رسائل بأننا مستعدون للاستمرار في هذه المواجهة. مثلا عندما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل قليل نحن مستمرون. الآن نتنياهو يتواجد في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، هو يجري مشاورات أمنية هناك مع وزير الدفاع وأيضا مع رئيس الموساد دافيد برنيع. وزير الدفاع الإسرائيلي توفيت والدته بالأمس وهو الآن لا يستطيع الخروج من المنزل وفقا للديانة اليهودية، هو مجبر على البقاء هناك لسبعة أيام، وبالتالي قرر نتنياهو الذهاب إليه من أجل إجراء هذه المشاورات الأمنية. اختصار المشاورات الأمنية على نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الموساد هو أيضا رسالة نتنياهو يحاول إدارة ربما الآن إدارة هذه الجولة بأقل عدد ممكن من المسؤولين الإسرائيليين. الآن هو يضع ثقته بوزير الدفاع وبرئيس الموساد. بالنسبة لنتنياهو من المهم جدا إظهار الوحدة في قمة هرم القيادة الإسرائيلي. كانت هنالك الكثير من النزاعات بينه وبين وزير الدفاع، وصلت قبل شهر إلى حد الإقالة، والآن نتنياهو يذهب ليعزيه في المنزل ويجري مشاورات أمنية هناك، ويهتم نتنياهو بإرسال صورة تجمعه مع وزير الدفاع ورئيس الموساد. هذا مهم أيضا للداخل الإسرائيلي، وهو مهم أيضا لنتنياهو لإرساله لحركة الجهاد الإسلامي وأيضا لأي تنظيم ربما يفكر بالانضمام إلى هذه المواجهة. نتنياهو كان يقول بأن حركة الجهاد الإسلامي قدرت أن هنالك انقسامات موجودة داخل إسرائيل بسبب التظاهرات وبسبب النزاعات داخل الحكومة، والآن هو يريد القول لا تعولوا على الانقسامات الداخلية في إسرائيل، نحن متوحدون، أنا أجلس مع وزير الدفاع ومع رئيس الموساد. وجود رئيس الموساد أيضا هو إشارة، رئيس الموساد يعني الموساد لا يتعامل معلوماتيا مع قطاع غزة. قطاع غزة من ناحية مخابرات
الاستخبارات يخضع للشباك الإسرائيلي أو للاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي أمان. وبالتالي وجود رئيس الموساد الآن في هذه الفترة ربما هو المسؤول عن المفاوضات الخارجية ومسؤول عن رد الضغوط التي تمارس على إسرائيل. رئيس الموساد برنيع أرض أيضا كان حركة وصل مهمة منذ البداية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وبين الإدارة الأمريكية. وبالتالي نتنياهو ربما عبر الجلوس أو عبر إشراك رئيس الموساد يريد التحدث الآن مع المجتمع الدولي، فهم ما هي أو حجم الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل وإمكانية المناورة الإسرائيلية وإلى أي مدى إسرائيل تملك الآن نافذة من أجل استمرار العمليات العسكرية قبل أن تتزايد الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو. على العموم الآن الجيش الإسرائيلي مستمر بتنفيذ هذه الغارات على قطاع غزة. بعض الأنباء تتحدث عن استهداف منازل لقيادات في حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة في ربما محاولات اغتيال أو على الأقل مؤشر إلى أن إسرائيل لن تتوقف عن حركة الاغتيالات وعن أسلوب الاغتيالات. وكما سبق وقلنا اغتيالات أو التهديد باغتيال قيادات في حركة الجهاد الإسلامي هو أيضا رسالة واضحة ترسلها إسرائيل إلى قيادات حركة حماس في قطاع غزة للقول بأن إسرائيل القادرة على اغتيال قيادات في الجهاد أيضا قادرة على اغتيال قيادات أخرى، في رسالة لحركة حماس ليس فقط من أجل عدم الانضمام إلى هذه الجولة. تقريبا إسرائيل متأكدة أن حركة حماس قد اتخذت قرارها السياسي بعدم الانضمام إلى هذه الجولة، لكن إسرائيل الآن تعول على دور متقدم أكثر لحركة حماس، وليس فقط الوقوف في موقف المتفرج على هذه الجولة، بل هي تريد دورا ناشطا لحركة حماس في إقناع الجهاد الإسلامي بوقف هذه الجولة ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. أيضا هنالك نقطة مهمة، حركة الجهاد الإسلامي وفقا للتقديرات الإسرائيلية الأولى في هذه الجولة لا تملك الكمية الكافية من الصواريخ، من العتاد، من المقاتلين من أجل إدارة معركة طويلة، معركة استنزاف طويلة. لكن الأسلوب الذي تتبعه حركة الجهاد عبر إن صحت التسمية هذه الاستراحات الطويلة ما بين جولة وأخرى تعطيها نفسا طويلا، تعطيها الإمكانية لتمديد فترة هذه المواجهة إلى أطول وقت ممكن، لكن بأقل كمية من الصواريخ. الكمية الكافية لإبقاء هذه المواجهة على نار هادئة، لإبقاء حالة الطوارئ في إسرائيل، ومفاجأة إسرائيل كل مرة عبر الصواريخ بعيدة المدى، الوصول إلى تل أبيب، الوصول إلى القدس، الإصابة في رحوفت بالأمس. هذه رسائل، هذه محاولة لإبقاء كل الداخل الإسرائيلي في حالة ترقب، في حالة طوارئ، وبالتالي ممارسة الضغط على إسرائيل. هذا الأسلوب الجديد الآن يشكل معضلة بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي إسرائيل الآن مجبرة أو ترى بأنها باتت أقرب وأقرب من نقطة النهاية، هي ملزمة بإنهاء هذه الجولة. طبعا لا تستطيع الإبقاء على هذا الحال إلى الأبد، كلنا نعرف بأنه ستكون نهاية لهذه الجولة، لكن على الأقل أن تصل إسرائيل إلى خط النهاية دون أن تكون قد خسرت نقاط في حرب استنزاف طويلة لا تريدها. من ناحية هنالك ربما استنزاف لبنك الأهداف الإسرائيلي، ومن جهة أخرى بنك الأهداف لحركة الجهاد الإسلامي لا ينفد، المدن الإسرائيلية لن تغير مواقعها، وطالما لدى حركة الجهاد الإسلامي صواريخ قادرة على الوصول إلى هذه المدن هي تستطيع إطلاق هي تستطيع استهدافها إلى فترة طويلة. وبالتالي إسرائيل معنية بإنهاء هذه الجولة في وقت
قريب ربما ليست مجبرة، يعني لا تريد أن تظهر بمظهر المجبرة، لكن على الأقل في 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 فترة أو في مشهد تكون فيه إسرائيل تظهر بمظهر أنها اختارت إنهاء هذه المعركة بقرار شخصي منها ومبادرة منها كما بدأتها هي. شكرا لشبكة مراسلي سكاي نيوز عربية. أعود إلى ضيفي من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت، يعني في إطار كل هذه التطورات، حتى متى سيستمر مسلسل التصعيد العسكري مع القطاع؟ يعني في كل مرة تشتعل من جديد هذه الأزمة، في كل مرة تكون فيه الحكومة الإسرائيلية مأزومة وفي حالة ضغط، تستغل الصواريخ التي تنطلق من غزة لتشن حرب على القطاع. سيد عصمت، هل تسمعني؟ طيب أتحول إلى ضيفنا من طيب نسمعك الآن سيد عصمت، تفضل. ما كنت أقوله أنه هذا هو السؤال الذي يسأل دائما. نهاية الجولة هي عمليا تمهيد لبداية جولة قادمة. ما لم يكن هناك حل جذري لمشكلة القطاع ولمشكلة القضية الفلسطينية بشكل عام على قاعدة حل عادل مقبول على الجميع، لن يكون هناك وقف لهذا التصعيد. قطاع غزة محاصر، قطاع غزة دائما يواجه مثل هذه التحديات، وإسرائيل لا تملك استراتيجية لا الانفصال عن غزة كليا ولا إعادة احتلال غزة، وبالتالي تدير العلاقة مع قطاع غزة من خلال هذه الجولات من المواجهات التي تعطيها سنة إلى سنتين إلى خمس سنوات من الهدوء بين كل جولة وجولة، وهذا لا يشكل حل، هذا عمليا يشكل حالة استنزاف ويؤدي إلى وقوع كل هذه الضحايا كل مرة. أنا أعتقد أنه هذه الحكومة بالذات لا يمكن الحديث عن حل مستقبلي. هذه الحكومة تدير ظهرها كليا لعملية السلام، هذه الحكومة تؤمن فقط بالقوة وتؤمن فقط بحسم الصراع، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا سيعقد الأمور أكثر وسيحول المواجهات أو هذه الجولات إلى ربما وتيرة أقل. لاحظوا أنه خلال ثلاث سنوات هناك ثلاث جولات، كانت بين الجولة والأخرى يكون عمليا سنتين إلى ثلاث سنوات. الآن نحن قبل تسع شهور كنا في جولة، والآن هناك جولة وربما بعد أشهر قليلة يكون هناك جولة أخرى. لذلك يعني وتيرة هذه الجولات من القتال تتقارب، وهذا يشكل خطورة. الحل هو بحل جذري من خلال إنهاء مشكلة القطاع، إنهاء مشكلة الشعب الفلسطيني، إصرار نتنياهو على فصل القطاع وعدم التعامل مع الفلسطينيين ككيان واحد، وأيضا الانقسام الفلسطيني الداخلي للأسف يساهم في هذه المسألة، وهذا يتحمل مسؤوليته قيادة الشعب الفلسطيني سواء في حماس أو في السلطة الفلسطينية. يمكن نتنياهو من الإبقاء على حالة الانفصال، وبالتالي التعامل مع قطاع غزة كمشكلة أمنية كلما تصاعدت يتم معالجتها بشكل أمني. ما رأيك سيد جوني؟ يعني ضيفنا أستاذ عصمت تحدث عن نقطة مهمة، وهي أنه هذه الحكومة بالذات لا يمكن الحديث معها عن حل أو عن سلام مستدام، نظرا ل يعني يمينية هذه الحكومة، لنقل معظم أعضاء هذه الحكومة يؤمن بالقوة المفرطة، لا يعترف بوجود الفلسطينيين، يؤمن بإلغاء الفلسطينيين بطبيعة الحال. إلى أي مدى سيعقد ذلك من المشهد؟ في هناك عدة مشاكل. النقطة الأولى إنه في هناك انقسام بالشارع الفلسطيني، وليس هناك عنوان للتفاوض. السلطة الفلسطينية من جهة تريد التفاوض مع إسرائيل، ولكن حركة حماس ترفض التفاوض مع إسرائيل وتريد فلسطين من البحر إلى النهر. ولذلك المطلوب هو أول شيء ترتيب البيت الفلسطيني ليكون هناك عنوان سياسي لكي تستطيع إسرائيل التفاوض معه، عنوان الذي يمثل جميع الفلسطينيين وليس شريحة واحدة في المجتمع الفلسطيني. المشكلة الثانية هي حل الدولتين. معظم الجمهور في إسرائيل لا يريد إقامة دولة فلسطينية ولم يوافق على ذلك، وأيضا حسب استطلاعات الرأي العام المجتمع الفلسطيني اليوم الشارع الفلسطيني لا يؤمن بحل الدولتين، ولذلك المشاكل هي كبيرة جدا وهي ليس فقط موجودة في الطرف الإسرائيلي.
نقطة مهمة أشار إليها سيد يوني أستاذ عصمت، يعني كلا الطرفين لا يؤمن بحل الدولتين، هل آن الأوان لتخلي أو للمضي أو يعني لعدم الوقوف عند هذه النقطة بما أنه الطرفين لا غير مقتنعين يعني بهذه النقطة؟ يعني هل البديل نظام أبرتايد إسرائيلي وحكم يقوم على يعني التفريق العنصري والعرقي والقومي، أم دولة يعني يتصارع فيها قوميتين؟ أنا أعتقد أنه مخطئ من يقول أن الشعب الفلسطيني لا يريد حل دولتين. حتى الآن القيادة الرسمية الفلسطينية والتي تمثل أمام العالم وأمام الشعب الفلسطيني الفلسطينيين تؤمن بحل الدولتين. حتى حركة حماس عدلت من برنامجها وقبلت بحل. صوت بيقطع. ليفرض العالم الآن على إسرائيل، ليفرض العالم الآن على إسرائيل حل طب أستاذ عصمت، الصوت غير واضح لدى حضرتك، اسمح لي أن أعود من جديد إلى ضيفنا الكاتب والباحث السياسي يوني، لا نسمعك بشكل واضح أستاذ عصمت. طيب سنحاول إعادة الاتصال بضيفنا أستاذ عصمت. أستاذ يوني أعود إليك، ويبدو بما أنه يعني تحدثنا عن كل الخيارات المتاحة، ولكن كما هو واضح يعني من خلال التصريحات الإسرائيلية الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد، ما المتوقع خلال الساعات المقبلة؟ أول شيء ملاحظة صغيرة، الزميل من غمالة بادا يقول إنه حركة حماس تؤيد حل الدولتين، وهذا غير صحيح إطلاقا. هي لا تقبل ولا تعترف بوجود دولة إسرائيل، والدليل على ذلك هو ميثاق حماس الذي يقول بصورة واضحة فلسطين من البحر إلى النهر. بالنسبة لسؤالك، المتوقع هو المزيد من الهجمات الإسرائيلية على أهداف عسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وذلك ردا على الهجوم التي قامت بحركة الجهاد اليمني صباح اليوم. على فكرة كل التقارير التي تقول بأن تم استهداف مدينة القدس هي ليس صحيحة إطلاقا. الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة سقطت بجبال القدس على بعد 20 كيلو متر من مدينة القدس، وليس هناك أي صاروخ سقط في مدينة القدس. ولذلك ما سنشهده خلال الساعات القليلة القادمة هو المزيد من العمليات واستهداف القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ولكن في نفس الوقت ستكون هناك اتصالات مع مصر، بغض النظر أنه نتنياهو أعلن عن تجميد الاتصالات مع الإدارة المصرية فيما يتعلق بحالة التهدئة. ولذلك أنا أعتقد أنه مسألة ساعات فقط وسيتم إعادة التفاوض. يعني ترى بأنه هذا الإعلان هو مجرد لربما إعلان للداخل الإسرائيلي بأنه الرد أو الانتقام سيكون قريب، ولكن الطرف الإسرائيلي سيعود بطبيعة الحال خلال الساعات المقبلة إلى طاولة المفاوضات؟ بالتأكيد ليس هناك أي طريق آخر. إسرائيل تريد إنهاء هذه الجولة القتالية، وأيضا الجهاد الإسلامي يريد ذلك، و كل ما نراه هو محاولة لرسم صورة الانتصار من قبل الجانب الإسرائيلي ومن قبل الجهاد الإسلامي. طيب اليوم فإذا دور الوساطة المصرية كما هو الحال في كل مرة أساسي على أي حال في إرساء الهدنة أو التهدئة بين الطرفين، ولكن يعني ما المانع من إيجاد لربما حل عملي يمنع تكرار هذا مسلسل التصعيد العسكري في كل فترة؟ يعني ليس هناك أي إمكانية لذلك، لأن في هناك موقف لحماس، وفي هناك أيضا موقف للجهاد الإسلامي بتوحيد الساحات ضد إسرائيل، وكل شيء يجري في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية. فورا هناك ردود فعل من حماس من الجهاد الإسلامي التي تريد
ربط الساحات ضد إسرائيل، وما حدث مؤخرا من وفاة خادر عدنان في السجن الإسرائيلي، هو أقدم على الانتحار أصلا ورفض أي معالجة طبية من إسرائيل. والآن أتت حركة الجهاد الإسلامي واتهمت إسرائيل بارتياله وقامت بالهجوم على إسرائيل بالصواريخ، ولذلك هناك مشاكل كبيرة بطريقة التعامل من قبل الفصائل الفلسطينية. جزيل الشكر لضيفنا يوني بن مناحم الكاتب والباحث السياسي من القدس، وضيفنا من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور.